ندوزو للمولودية الوجدية في انتظار، إما ندوزو للمولودية الوجدية في انتظار محاولة اتصال بالرئيس مرة أخرى، ولا نقطعوا نحاول نتصلوا بالرئيس عند دوز المولوديه. من الاحسن دوز المولوديه الوجديه انا وياك. لا لا دوز اسامه المولوديه الوجديه، انا راه باقي ما تدخلش للدار. دوز المولوديه الوجديه انا وياك باش باش باش, باش نسرحك، وعاد نحاول نتصل بالرئيس. والرئيس ما جاوبناش نحل الخطوط الجماهير الرجويه واحد 10 دقائق تعطي رايها في كل ما يقع في الرجاء. المولوديه الوجديه الكل ما باغيش نتحدث انا على واقعه الحافله، الكل رآها وتكلم عليها يعني بجميع الجوانب ديالها، يعني حدث مأساوي بالنسبة لي الكرة المغربية. واش من المنطقي باش في العقل التدبيري ديال المسير المغربي السي محمد من بعد تيجي يدير عقد ديال 4 سنوات مع إطار كما كان هذا الإطار، واش ما تيفكرش نهائيا في الطرق والوسائل باش نتخلصوا من هذا العقد الا ما تفهمناش؟ لا شوف اسامه، انا عندي راي مخالف ليك. انا كنقول الا كان المكتب المسير فعلا عنده استراتيجيه وفعلا عنده برنامج وتعاقد مع واحد المدرب اللي الذي ينسجم مع ذاك البرنامج الاستراتيجي ديال 4 سنوات، انا بالنسبه لي انا ماشي مشكل. انا في عندي المشكل هو ملي كيكون عندي برنامج ديال 4 سنوات عاد كتب، ما كاينش على ارض الواقع. ما مفرش الشروط الماليه ديالو، ما مفرش الشروط اللوجستيكيه ديالو، ما مفرش حتى العقليه ديالو. هنا كنقول ما خصنيش نبقى ندير 4 سنين، خاصنا نبقى ندير عام قابل للتجديد. اما اذا كنت انا كمكتب مسير عندي عقليه ديال عندي برنامج بصح مبني على اسس وبنيتو بتشاور مع فعاليات رياضيه، وعندي البيدجي ديال وعندي اللوجيستيك ديال وعندي واولا وتواضحت فيه مع الجمهور ديالي، خرجت وقلت الجمهور ديالي راه عندي. وانا شخصيا كنقول السي اسامه هذا البرنامج ديال 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات راه ما هوش حتى عند الحكومه في المغرب. الحكومات المغربية ما عندهمش برنامج ديال 4 سنوات. نعطيو لكل واحد حق حقه. الفتح الرباطي منذ عموته دوزت 3 سنوات مع عموته، 3 سنوات مع جمال السلامي، 5 سنوات مع وليد الكراري. شحال دوزت 3 سنوات وخمسة سنوات مع وليد الكراري. شوف 5 سنوات ونص مع وليد الكراري، يعني كتبدا معك 3 سنوات وكتمشي معك وكتتكمل. يعني يبقيتي عاقل جمال السلامي اضاع اللقب في اول موسم ديالو واكمل 3 سنوات، يعني من بعد الفتح الرباطي تقدر دير هادشي تنقولوا، ويمكن يجيو شباب اخرين في الكره المغربيه ويديرولنا برامج 3 سنوات ومشاريع 3 سنوات. مع كل اسف بقى المثال الفتح مثال احادي في الكره المغربيه. علاش داكشي علاش باغي نناقش معك انا سي اسامه؟ انا كنت غادي نخرج عندك ونقول لك باستثناء الفتح الرباطي، غنخرج عندك ونكمل معك باستثناء فريق الفتح الرباطي، ولكن فريق الفتح الرباطي كيدير برنامج ديال 3 سنوات قابل للتجديد، ما كيكملش ما كيضربش معك ب 4 سنين وخمس سنين، كيدير 3 سنوات وكيديرها باجور محترمه، وكيديرها ايضا الناس عندهم عقليه محترفه، والناس ايضا ما عندهمش جمهور كبير اللي غادي يضغط عليهم. راس لي اسامه راه من الحوجات اللي من شحال فتح الرباطي ما عندوش جمهور كبير اللي يضغط عليه. راه الله يكون في العون اللي كيسير الرجاء او كيسير الوداد. دابا مولوديه وجديه الجمهور حاليا في اغلبيته لا يضغط على المكتب، بل بالعكس من ذلك الجمهور هو في صف اغلبيه كبيره في صف عبد السلام ودو وفي صف المشروع الرباع ديال 4 سنوات. ونكمل لك فيما يخص مولوديه وجده، انا بعد ما عرفتش هذا المشروع ديال مولوديه وجده واش كاين مشروع ديال 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات، مازال ما عرفوش. اللي علمني اولا باش نعطي رايي باش نبقى باش ما نمرش النفاق، انا نهار اللي سمعت مولوديه وجده تعاقدت مع عبد السلام ودو قلت بانه اختيار خاطئ. علاش؟ ليس طعنا في عبد السلام ودو، حاشا لله، لا كلاعب ولا كانسان الى غير ذلك، ولكن عبد السلام ودو رجل صدام يا سي اسامه، راه مع المنتخب المغربي غير ما مره اصطدم، غير ما مره هز الساك ديالو مشى بحال ها واحد. جوج عبد السلام ودو بالعقليه اللي عنده
راه ما يمكنش تتماشى مع العقليه ديال المسير المغربي. السي اسامه، المسير المغربي ملي كيقول لك هاد الشهر بنخلصوك، سكي فيه هو كيضرب لك على واحد 3 شهور ولا 4 شهور. ملي كيقول لك عندي واحد 5 مليار ولا 2 مليار ديال الفلوس، كيكون حاسب على الفلوس اللي غتدخل العام الجاي والعام العام اللي من وراه، هو غادي يبيع العايد بسبب ثاني، وعنده شي قطعه ارضيه غيديرها، وعنده شي مدخل شي كندا. ما كنقولش شي حاجه كون. انا بالنسبه لي عبد السلام ودو الاختيار من الاول ديالو ما كنتش متفق معاه، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، عبد السلام ودو شنو اللي ما عجبنيش انا في هذا الشيء اللي وقع؟ عبد السلام ودو في بدايه مشواره، وهذا السي اسامه انت عطيتني المثال بالفتح، انا نعطيك مثال اخر. ملي كيكون شي لاعب دولي وفي بدايه مشواره، خص يكون عنده صبر ايوب. هو اللي يديك السميه. نعم، هو اللي يديك السميه، هو اللي خاصو يديك السميه، هو اللي غيدير. وملي كنقول عنده صبر ايوب، يكون صبر ايوب حتى في رزقه، كيبقى يدور مع اللعيبيه، كيحل المشاكل ديال اللعيبيه. ملي كيكون شي لاعب عنده الازمه، كيعطي شويه ديال الفلوس، كيقول له تتخلصوا كنديروا. وهنا غادي نعطي دوز اكزومبل سي اسامه، وانت كتعرف مزيان. غير نعطي اكزومبل بحسين عموته، وغنعطي اكزومبل بطارق السكيتي. حسين عموته راه ملي كان مع 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 اتحاد الجمهوري الخميسه، راه فين كيتعامل مع اللاعبين، كتخلص من جيبو. اه كتخلص من جيبو، كان كيخلص من جيبو. طارق السكيتي مع المصر كان كيخلص من جيبو. اسامه عبد السلام ودو جاب واحد المنطق، سحب له راه جاي يدرب في البطوله الفرنسيه، وسحب له راه جاي يسير مع المسيرين ديال فرنسا. انسى بان كاين لاعبين هنايا راه اللي كيتسالوا 4 سنين 5 سنين. السي اسامه دابا السي محمد، هادشي متفق معاك فيما يخص عبد السلام ودو، واش الطريقه التي استعملت؟ لا لا لا، ماشي كان زيك اسامه. لا ما تزلمش عليا. لا هو نسيت، بنرجع معك لواحد النقطه اخرى. انا بالنسبه لي الطريقه باش تعملوا المسؤولين ديال مولوديه وجده باش يفكوا العقد، لان دابا هما الهدف ديالهم هو يفكوا العقد مع عبد السلام ودو. صفر ديكان وباقل تكلفه. نعم. وهنا غادي نقول لك السي اسامه بكل امانه، غادي نقول لك 4 ساعة الاخيره ديال فريق مولوديه وجده مع فريق الرجاء الرياضي، انا راه كرهتني في الكوره. نعم. انا كرهت الكوره. نعم. باش نقول لك كنت جاي مسافر عيان، بغيت نتفرج في الماتش، الفريق غادي مزيان، انت واحد الساعه شفتوا الفريق بحال ضربوا له شي شوكه ديال البنج ولا شي شوكه ديال، كرهتني في الكوره. بقيت نقول واش المسؤولين ديال فريق مولوديه وجده بهذا المستوى، بهذا الاخلاق، نوصلوا ونخلقوا اصطدام بين السائق ديال الحافله وبين عبد السلام ودو، ونوصلوا هندزه، وشي كيصور من هنا، شي ما كيصورش من هنا، شي كيدير من هنا، شي ما كيديرش من هنا. انا غيمكنني نقول بان الناس ديال المسؤولين ديال مولوديه وجده اساءوا، وهنا غنفطر على واحد الجمله، اساءوا لكره القدم الوطنيه. اساءوا لكره المسيرين كره القدم الوطنيه. وطبعا اساءوا للوجدة وللمواطن ديال وجدة. وهنا بغيت ندير واحد التوضيح بسيط، انا ملي كنقول مولودية وجدة كرهتني في الكرة، نهائيا لا اشكك في قيمة فريق الرجاء الرياضي وفي قدرة لاعبي الرجاء الرياضي الى غير ذلك. انا كنقول المورال والطريقة اللي وصلوا ليها، الحالة النفسية ديال اللاعبين وديك المسائل، كنقول كرهوني في الكرة، كنقول ما بقى خير لا في المسيرين المغاربة ولا في اللاعبين المغاربة. دونك انا بالنسبة لي عبد السلام ودو اخطا، والمسؤولين ديال مولوديه وجده يعني اجرموا في حق فريقهم وفي حق صوره فريقهم وفي حق مدينه وجده والانسان ديال مولوديه وجده. بغيت اسامه قبل ما نسالي معك في الموضوع ديال مولوديه وجده، لان قبل ما كنهضروا على الرجاء وعلى المسؤوليه ديال الجامعه، انا غنقول لك واحد القضيه سي اسامه. الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم لها النصيب الاعظم في ازمه الانديه الوطنيه، لانك تجي وكتعطي التزامات، واللي ما عندوش واللي ما دارش وما سواش الوضعيه وما دارش القيامه والبلاغه، وكتجي في اخر المطاف يعني شنو غادي نقول لك؟ تدخل جميع العقول. اه تستسلم لكل الانديه الوطنيه، وخاصه انديه الدرجه. دونك تنزينوا الفيفا تنزل علينا من الفوق وتربينا في المستقبل القريب باش نعوضوا الاحتراف ديالنا. اسامه الفيفا راه ربتنا. لا لا، الاتي اصعب سي محمد. اه
راه الجميع اللي ما مربي اللي ما قدرتش تربينا. نعم. ولكن هناك ناخذنا واحد المعطى سي اسامه، هل هناك مسؤول في رياضه كره القدم الوطنيه قادر على معاقبه الوداد والرجل؟ نقولها لك بكل امانه اسامه، راه ما كاينش. بهذا انهي و نكملك. وملي كتدخل وزاره الداخليه، ملي كتدخل وزاره الداخليه راه ماشي كتدخل لي ان الرجاء باغي الرجاء، راه كتدخل لي ان الجمهور الرجاء، ولان كاين الجمهور الوداد. وباش نرجع نختم في هذا الموضوع ديال المقابله باش ما يتفهمش الكلام ديالي خطا، الرجاء كانت قويه جدا امام مولوديه وجده، ولكن اللاعبين ديال مولوديه وجده في الربع ساعه الاخيره كرهوني في الكره. شكرا جزيلا سي محمد المغودي، الحديث معك دائما يكون شيقا، وتنتظرك ميعاد مرات ومرات اخرى في المستقبل القريب ان شاء الله سي محمد. الى اللقاء.